العناصر المسؤولة عن امتصاص النسخ الخام، والتي قلنا في الفرضية أنها الأوبار الماسة. إذا نقوم بالتجربة التالية، لاحظوا معي، نعلم أن الأوبار الماسة تتواجد في المنطقة الوبرية كما درسنا في المجال الأول. رأينا أن نهاية أو قمة الجذر تتكون من منطقة الميريستيمية ثم منطقة الاستطالة، ثم أعلى منطقة الاستطالة توجد المنطقة الوبرية التي تحتوي على الأوبار الماسة. إذا ننجز التجربة كما هي موضحة في كتابكم صفحة 68، ثم لاحظوا معي الملاحظة المجهرية، مقطع عرضي في منطقة الأوبار الماسة لجذر نبات أحادي الفلقة. لاحظوا جيدا هذه الوثيقة، إذا تظهر الوبرة الماسة على أنها خلية متطاولة، لاحظوا هنا خلية متطاولة ذات فجوة كبيرة متطاولة تمتد من الطبقة الخارجية للجذر، لاحظوا هنا الطبقة الخارجية للجذر، عدة مليمترات وتتغلغل في التربة. إذا تتميز الوبرة الماسة ببنية خاصة، لهذا تعتبر مقر لامتصاص الماء والأملاح المعدنية. إذا مقر امتصاص النسر الخام هي الأوبار الماسة. ثم لاحظوا معي هذا الرسم التخطيطي، لدينا هنا رسم تخطيطي لمقطع عرضي في جذر تظهر فيه إحدى الأوبار الماسة، كما قلنا عبارة عن خلية متطاولة وذات فجوة كبيرة، طبعا تحتوي على نواة هنا، وتمتد هذه الوبرة الماسة من الخلايا الخارجية للمنطقة الوبرية في الجذر. هناك كذلك رسم تخطيطي آخر لانتقال النسغ الخام من محلول التربة، يعني من الوسط الخارجي، ثم يمتص من طرف الأوبار الماسة، ثم ينتقل عبر الأنسجة إلى الوعاء الخشبي، أين يتم نقله من الأسفل نحو الأعلى، يعني مرورا بالساق ثم ينتقل إلى الأوراق.